السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى يا ربي ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. اليوم جيت بيت نتقاسم معكم طريقتي في تلميع وتنظيف الرخام. اول حاجه كنديرها هو كنخوي البلون دو ترافاي كله، كاع الديكورات والاواني اللي عندي محطوطين كنحيدهم، كنمسحو مزيان، كنقيه، يعني كيكون ناشف ما فيه لمعه لا هكا فرتيد الخبز، لا حتى شي حاجه نهائيا. وكنجي كناخد زيت تكون نباتيه، سواء زيت اللي كنستعملو ديال الذره اولا ديال نوار الشمس، المهم اللي متوفر، اولا تقدروا تستعملوا الزيت ديال جونسون اللي بغيتو. انا مجرباهم الصراحه بجوجهم، كيعطيو نفس النتيجه، غير واحد لافونتاج اللي كاين في الزيت ديال جونسون هي كتخلي لكم ريحه زوينه، اما النتيجه هما بجوجهم كيعطيو نفس النتيجه. المهم حاولت هنايا كاع البلايص نقيسهم هكا بالزيت، وكندير بحال شكل مساج للرخام ديالي الجرانيت، باش هكا نتاكد ان كاع البلايص وصلهم الزيت. حتى ديك البلاصه اللي عندي طالعه في جنب الحيط حتى هي كندير لها، ونفس الشيء بالنسبه لديك الجهه اللي كتجي في القنت نازله لتحت حتى هي كنحاول كل شيء نلبسه بالزيت. وغادي نخليها، من الاحسن تخلوها ليله كامله. انا هنايا هاد القضيه درتها في الصباح، اليوم كان نهار الحد وكنا خارجين. المهم خرجنا تغدينا على برا، جيت هنايا خديت دي زارتيكل كوان مسا، راه كاينين في السلام معروفين، كيبيعوا لي زارتيكل ب 13 درهم. المهم من بعد مشيت خديت دي زارتيكل في ايكيا، وخديت شي حوايج حتى ندخل للدار وغادي نبارطاجيهم معكم. عاد مشينا للدار، المهم حيت كنا خارجين كاملين. من بعد خليت البنات في الدار مع باباهم، مشيت شفت ماما، راكم عارفين السيمانه كامله الانسان تيكون خدام ما كيساليش، صافي الويكاند هو اللي تيكون عندي كنحاول نقضي فيه شحال من حاجه. عاد رجعت للدار، المهم حتى الليل تقريبا درت الزيت في الصباح جوي هديك العشرة هكا كتلقاتني ابليكيت الزيت. هنايا فاش كنصور معكم راه غتكون شي 7:30 د العشية، يعني خليت الجرانيت تشرب ديك الزيت مزيان. هنايا جيت خديت درت الماء، درت معاه سائل ديال التنظيف، شوفوا نتوما اي سائل كتستعملوه، انا غالبا فيري هو اللي كنستعمل ديما، ودرت معاه معلقه ديال بيكربونات الصودا صافي. وكنجي هنايا كتاخدو شي حاجه باش كتغسلوا الماء ديالكم. انا خديت هنايا هاد ليبونج هادي اللي كتكون فيها بحال الشكل ديال اللي كنقولوا ليها حنا حلفة الموكيت، وحاولت هكا ندوزها على البلون طرافاي عندي كامل. عاد من بعد جيت خديت الطرشون وكنحاول نحيد هذاك الصابون باش غسلت الجرانيت ديالي. غير هو واحد القضيه البنات، دائما لي طرشون بقاو تستعملوا ديال لي ميكروفيبر، هادو ضروريين. من بعد ما لقيت البلون طرافاي كله من الصابون، جيت خديت طرشون ديال، عاوتاني نعاود ناكد عليها، ديال الميكروفيبر يكون ناشف ناشف، وخلوه دائما خاص بالبلون طرافاي تلمعوه صافي. كنحاول ندوز على البلايص كاملين، خصني نشف الجرانيت عندي مزيان، ما نخليش فيه ولا نقطه الماء باش يعطيني هذاك البغيونس اللي بغيتو. ها نتوما البنات كتشوفوا راه ولا داير بحال شكل المرايه، هنا كيبان لكم اللون باهت حيت مع على حساب الاضاءه ملي كنصور، داكشي علاش. ها نتوما راه واخا الفايونس بيض، راه كيبان لكم هذاك التموجات ديالو في البلون طرافاي، راه كيرجع تيلمع. وهاد الطريقه هادي كنديرها مره في الشهر ديال انني كنرقد بهذا المفهوم الجرانيت في الزيت، وتقدروا تستعملوا حتى الرخام راه بحال واخا داك اللي تيكون مزوق فيه بحال الكحل والبيض، حتى هو تقدروا ديروه. من بعد في الايام العاديه شنو كندير؟ اون فوا كنسالي لي طاش اللي عندي في الكوزينه وكنمسح البلون طرافاي، كنهز واحد كلينيكس او لا موشوار، او لا ديروا نتوما طورشون اللي بغيتو، ديروا فيه نقطه الزيت دائما زيت المائده، وحاولوا تدوزوها على البلون طرافاي ديالكم باش يبقى لكم تيلمع صافي. من بعد رديت، حاولت رد كل حاجه بلاصتها باش هكا كوزينتي تبقى نقيه ومجموعه، حيت الغد ليا اثنين، صبحه روينه صبحه تماره. دابا نتقاسم معكم هذا لي برودوي اللي خديت، اللي قلت لكم ديجا خديتهم اليوم، غادي نبارطاجي معكم كل شيء.
البنات دابا من بعد ما ساليت الروينه وكل شيء جيت نبارطاجي معكم شنو خديت اليوم. راكم شفتوا دوزتوا معايا النهار كنت خارجه. المهم الحاجه اللي حدايا نوريها لكم. اول حاجه مشيت لهذاك البوتيك ميفيك هذا اللي حل جهه مروه. صراحه انا نقول لكم رايي الصريح هو هذا المكازن بالنسبه للناس اللي ما عرفوش كيدير داير بحال شكل دمينيسو كتلقاو فيه جو بونس الاصل ديالو الله اعلم ما نقدرش نقول لكم شي حاجه ولكن انا ما عرفتش جاني بحال الاصل ديالو كوري مع العلم هذه فيها ميد ان تشاينا ولكن المهم بحال هذاك الشيء حيت فيه دي برودوي كوزميتيك كوريين. المهم انا في لي بري اللي دايرين اثمنه جاوني انا مينيسو رخاص عليهم الا جينا نديرو المقارنه بيناتهم نفضل مينيسو. المهم انا صراحه ما خديت منه والو خديت هاد الكيت هو نورمالمون ديال صحاب لاكنين اللي عندهم مشكل الحبوب ولكن انا خديتو على واحد لاختيكل اللي هو هذا باش كيحيدوا لي بوان نوار. نحلها باش نوريه لكم باش تعرفوني علاش كنهضر بس خاصها نضغط ها هي نحلها من هنا فوالا على هذا هذا حيت ما لقيتوش نورمالمون كان عندي في الاول كنت خديتو عند اللي كيبيعوا هذا صحاب لي بارفيمري دابا ما لقيتوش داكشي كاع علاش خديتها واخا البخي ديالو طالع ولكن ماشي مشكل. المهم مشيت هنايا عند كوان ماستر بالنسبه للناس ديال اكادير ها عفوها اللي كتبيع لي زارتيكل ب 13 درهم خديت عندها هاد الجوج هادو هاد لي بلا هادو دايرين 13 درهم الواحد. انا صراحه ما بغيتوش نبريزونتي فيه الماكله انا غنوريكم لاش غادي نستعملهم من بعد 13 درهم الواحد زوينين بس. وخديت عندها هاد البو هذا نورمالمون هذا ديجا واخدا عندها انا شاده ودايره فيه كندير فيه الصابون باش كنغسل المواعن هو استيتيكمون كيجي زوين هكا محطوط في الكوزينه احسن من دوك البانيوات البلاستيك هذا زوين. كون كان زايد شويه في الطول كنت غندير فيه دوك لي سباتول وليلوش. غنوريكم هاد الثاني علاش خديتو خديتو على قبل هاد البلونط هادي اللي عندي حيت كنت ديجا جربتو فيها واخا هو جايه فيه عريضه ولكن او موان مكوفريها. هيا نغطيها لهنايا باش تبان لكم مزيان شفتوها عطات شكل زوين. وخديت هادو هادو هكا كيجيو طويولين زويونين خديت جوج. انا نقول لكم الاستعمالات ديال هذا هذا تقدروا تبريزونتيو فيه الماكله حليوه تقلال لي ماكارون تقدروا ميم ديروا فيه الفاكهه ياك وكيف ما تقدروا بحال هكا ملي تحطوا الطبيله ديالكم اوليو باش تحطوا المعالقه ولا الماس او اي حاجه بحال كي حطيتوا الحلاوي وهذا يجيو بريزونتين فهادي زوينين هكا. وهذه بالنسبه للناس اللي ما تيلقاوش هذيك اللعيبه اللي كتكون عند الطبله كيطو عند البلاك فاش كتكونوا كطيبوا ها هي بحال هذيك. انا هذه كنت هذه راه البديع بورسولا كنت خديتها في اسواق السلام. بالنسبه للناس اللي ما لقاوش هذه يقدروا يحطوا هذه حتى هي حدا البوطه ديالهم حدا البلاك وكيفاش تحركوا بشي معلقه ولا شي حاجه تستعملوها. المهم كتبقى هاد المهم هاد كل واحد ولاش كيستعملهم كل واحد كيشوف الحاجه ماشي بالضروره تبصيل نديرو حنايا الماكله تقدر كل واحد يبدع كل واحد كيشوف الحاجه. المهم نحيد هادو ونوريكم شنو خديت من بعد. حاجه اخرى اللي خديت هو هاد الغلاي نورمالمون كنت خديت الغلاي ديال طوريس كانت هو برومو كان داير يمكن واش شي 250 درهم ولا ما عرفت 220 درهم. المهم خديتو شي 3 شهور هادي راه بان لي يعني تبقي اليوم كاين باقي برومو هو تقريبا بحالو بحال هذا ديال دينوا غير الفرق اللي بيناتهم هذا ديال دينوا هنايا فيه لينوكس هذاك فيه البلاستيك. هذا لينوكس هذا مع المده ملي كيترش عليه الماء وهذا كيبقى يبان لك بحال القطط ديال السطا يعني خصك ديما تبقاي حك حك مسح نشف دائما. داكشي علاش كنت فضلت انا هذاك ديال طوريس كان كله هنايا بلاستيك ولكن جبتو دغيا خسر ليا اوغوزمون كان باقي في الكارونتي ديتو بدلتو خديت هذا ديال دينوا هادو كلهم مزاج وهذا ديال دينوا راه رخص منه رخص عليه هذا داير غير 199 الاخر زايد عليه بشي 50 درهم. الثمن الاصلي ديالهم هذا داير 5000
بلا بروموسيون، والاخر داير 7000. انا مني شفت الثمن الاصلي ديالهم، شفت داك الفرق ديال الثمن، قلت هذاك غيكون احسن. وفي السولد بيناتهم 50 درهم، الساعه ما صدقش ليا جبت هذا، راه مازال كاع ما جربته واش خدام ولا لا. وعاد راكم عارفيني انا مع ايكيا، لي زارتيكل ديال ايكيا اون جينيرال انا كناخذهم عند نانو شوبينغ، شوب باي نانو. استسمح شوب باي نانو صاحبتي اللي صراحة عندها واحد المعزة خاصة عندي، تعرفت عليها غير باغمي الناس اللي عرفتهم في اليوتيوب، والحمد لله اللي زعما صراحة كسبت ناس زوينين وناس الله يعمرها دار غير عن طريق اليوتيوب، منهم نوال اللي راها عارفة راسها عندي شحال عزيزة. بون سمحوا لي على الصداع، هادو نورمالمون كيداروا هكا في لي بلاكار، هذا كيجي بحال شكل ديال المجر كتجري كيخرج عندك هكا، كيجي طويل تقدري تنظمي به اي حاجه بغيتي. خديت منهم جوج، انا بغيتو صراحه لتحت الليفي، مازال كاع ما عرفت واش غادي يجيوني ولا لا، مازال ما جربتهمش. المهم حتى نبغي نركبهم وراه غادي تشوفوهم معايا، نشوفو يجوني يجوني تحت ليدي ما جاونيش، غادي نديرهم في بلاصه اخرى. دائما من عندنا واحد، خديت هاد السباتول هادي كتشكرها ليا بزاف، هانتوما شوفوا الشكل ديالها كي كتجي صراحه هنايا بلا، من بعد تقدروا تقلبوا بها اي حاجه بغيتو. واللي عجبني فيها هي انها فاش غادي ندير يدي مثلا نقلب شي حاجه، يدي بعيده ما غاديش تحرقني المقله، وحتى البلاستيك ديالها قالت لي زوين. جيت عندها هذا راه دائما كناخذو، وراكم عارفين كاع لي بلاكار عندي منظماهم دايره فيهم هذا، بقاو ليا غير لتحت دابا كلهم فيهم، للفوق يلا غير شي وحدين، كل مره كنكوموندي واحد جوج تنكمل البلاكارات كاملين تقريبا، واقيلا راه صافي حيت ديجا باقي عندي واحد الرولو مازال كاع ما درتوش على هذا، داكشي علاش دابا غير واحد تنشوف واش غادي خصني ولا لا، حيت هادو الديفو ديالهم قليل فاش تلقاهم في ايكيا، اكثر اللي كيكونوا ريبتور دو ستوك. خديت هاد القريعات هادو راه دائما كناخذهم، راهم مانيت لي عندي راه تكون شفتهم في دوك لي زيطاجير دايره فيهم العطريه، دابا خديت كونتي بكتيره لان بغيت ندير فيهم العطريه اللي عندي كامله، بغيت نحيد هذيك اللي عندي ديال العطريه اللي حاطه هنايا فوق البلون طرافال، غادي نحيدها وغادي ندير هاد القراءات هادو الصغار، حيت بداو دوك القراءات تيتصداو شويه، وهادو جربوهم زوينين، حيت هادا واخا كتشوفوه فكره ماشي انوكس راه غير بلاستيك. خديت عندها تسعود الباكيات، المهم بلا ما نخرج هادشي كامل، هاد الوريضه هادي كاينين نورمالمون وحدين دايرين 6 دراهم، هادي كبيره هادي نورمالمون كتحل، واللي زايد على الاخرى فيها هنايا هاد الوريقات، هادو زوينين جبت فيها غير وحده حتى نحلها، انا شفتهم في السيت وشكرتهم ليا حتى هي، تنحلها بحال هكا مزيان ونشوف كي دايره، قالت لي يمكن راه فيها الغوز، الغوز اللي فيها مازال ابار هاد اللون، المهم تنجربها ونشوف كي دايره. خديت هاد السباتول، السباتول اللي عندي ترسات ليا، داكشي علاش خديت هادي نيت جاياني مع الكوزينه بيض وكحل. خديت حنا كنحاول نحيد هاد القرعي مع باقي ليا من تحت ما نهرجش شي حاجه، هادي البنات ديال القهوه اللي كطلعوا بها ديك الرغوات القهوه، هادي كتخدم بالحجر، كانت عندي العاديه الصراحه ما كدير والو، كنت شريتها في السوق شي 15 درهم، شفت بزاف تيشكروا هادي، حتى اختي كانت شكرتها ليا داكشي علاش خديت هادي. ملي سولت نوال فعلا هي قالت ليا الا بغيتيها تعطيك الرغوه نيت نيت ما ديريش لها حجر عادي، ديري ديال ديوراسيل، هادشي اللي قالت ليا نوال، داكشي اللي غادي ندير ان شاء الله. خديت هاد الطابي هادي ديال اللي كتحط تحت الليفي، نورمالمون عندي انا داك الشكل، كنت خديت وحده غير من السوق، اللون ديالها كان في الخضر ما جايانيش مع الكوزينه، مي كنت مديبانيه بها، وخديت وحده ديال البلاستيك ديال ايكيا نيت حتى هي، ولكن الديفو ديالها واخا هكا كيزلقوا ليا المعن، هادي زوينه ديال ايكيا، داكشي علاش خديتها. خديت هاد البلاط هادي اللي كتجي دايره بحال الشكل ديال النبته ديال اللوايه،
كيجي البو بحال هكا وكتجي هادي مدليه هكا. خديت وحده هادي تنجربها، هادي بغيتها للكوزينه وغنجربها الا جاتني في الحمام، جاتني مزيانه غادي نزيد منها ونحطهم في الحمام. ودائما في ايطاليا خديت هاد البوجي هادي، هيا تبان لكم فواحد الكريم ايطاليك، راكم عارفين هذا الحمام اولا الدوش عندي. هادي صراحه بيتها هي ديكور، ما غاديش نشعلها. الحمام اولا الدوش عندي فيه البيض والكري، داكشي علاش خديت هادي. نشوف كي غادي تشيني. وخديت هاد وخديت عاوتاني وحده بيضاء هادي، غنوريكم علاش بغيتها. نحل البلاكار باش نخد منو. بغيت هاد هادو هادو خديتهم، كنت خديتهم في ايكيا. نشوف واش غادي تجيني لي، لان كاع لي بوجي لي عندي في الدار جربتهم ما جاتش. جات مزيانه، جات هي هذيك النيشان، حيت انا ملي خديتهم عندي داك الشمع الطويل، قلت واش غيجيني هنايا الساع عريض كيجيو فيه دوك لي بوجي لي كيكونوا في داك السيبور بحال ديال الالومنيوم، هما لي جاوني في هاد الدوره هنا. صافي قررت باش ندير شي بوجي ونحطها بحال هكا. فوالا جات مزيانه، دابا جات هي هذيك. صافي كانوا هادو البنات هما لي زاشا لي درت في عند نوال. بون بالنسبه للناس اللي مهتمين بلي زارتيكل ديال ايكيا، هذا البنات راه ماشي اشاره باش نتفاهموا، نوال تنعرفها، راكم الناس اللي متبعيني قديم عارفين كامل لي زارتيكل اللي عندي في ايكيا. الا مشيت لكازا راني تنشريهم، سينو اي حاجه كنكوموندي عند نوال كتجي الحاجه كيف ما بغيتها، كتنصحني دي زارتيكل كنبغي ناخذهم كتقول لي هادو خطك منهم ما خدامينش ليك، دي زارتيكل اللي ما مجرباهمش هي كتقول لي ما عرفتش. الا بغيتي تغمري بهم توكلي الله، انا ما زعما ما عمر شي واحد كومونداهم ولا انا مجرباهم، وكانت الحاجه زوينه كتنصحني كتقول لي ها انت خدي هذه زوينه، هذه دايره هكا هذه. المهم انا نخلي لكم النمره ديال التليفون ونخلي لكم الانستغرام. انا السيده على ضمانتي نضمنها لكم معقوله اول حاجه. ثاني حاجه السيرفيس عندها الطوب، كتجاوب كتعطي الخاطر، ماشي غير حيت صاحبتي، حيت كاع الناس اللي كيتعاملوا معها اللي مشاو زعما عن طريقي كيشكروها ليا، كيقولوا لي الصراحه كنا كنتعاملوا مع ناس قبل منها ولكن السيرفيس ديالنا والطوب. كي قلت لكم لي بري عندها على بورتي، وحتى ديك القضيه شوف راه كتبي تشري، راه فما مشيتي كتكون بفلوسك فما مشيتي تشري، ولكن سي نورمال كتبغي شي واحد اللي فاهم في هذيك الحاجه ينصحك يقول لك هذه مزيانه كيعطيك افكار. صراحه انا بنفسي استفدت منها بزاف د الحوايج من هذا المنبر، كنقولها شكرا بزاف لهلا يخطيك. وكي قلت لكم نوال راه ماشي غير الناس اكادير، الناس ديال المغرب كامل راه كتصيفط في امانه، تجيك لا كوموند ديالك تبارك الله، راه هي معروفه عندها لي كليون ديالها في الشمال في مراكش في بارتو، كاينين كاع الناس ديال كازا اسمحوا لي وكيتقداو من عندها نظرا لهذا الشيء اللي ولا دابا وهذا الزيار اللي كاين. الناس ديال ماشي كاع غير جو بونس غير الناس ديال عين السبع هما اللي عندهم الحق لاكسي الايكيا، سينو الاخرين كيخصهم الورقه. صافي الناس ولاو الاكثريه هكا كيكلفوا غير دي فوندوز هما اللي كيجيبوا لهم لي زارتيكل. هذا هو هكا داز نهاري، تقاسمت معكم النهار كي داز، حاولت نبارطاجي معكم كاع الحويجات اللي درت. مهم راه رجع شويه كيجي قاصح، ولكن شويه بشويه ان شاء الله تنتعود عاوتاني للكاميرا. نتمنى هذا الفيديو يكون فيه افاده لكم، وراني حاولت نتقاسم معكم كل حاجه درتها. يلا تهلاو في راسكم، تنطلقوا ان شاء الله فيديو جديد خليتكم فرحه الله.